نايل لا يكون بوليس. افتح الباب يا انيسه. صلى على النبي، صلى على النبي. عاد هفهمك على كل حاجه. انت طالع حاج يا لهوي. استنى عاد بس كلمنا. اوعى بابك يا عيا كده. عدلي ماشي يا عدلي، وحياة أمك لأوريك. باشا عدلي، إما كنت بيعتك اللي وراك واللي قدامك. يا لهوي يا معفن يا خرب يا عرة، هتدفع وصل الأمانة اللي عليك. يا خرب بيتك والقايمة اللي أنت كاتبها. يا إما كنت سجلتك يا معفن يا عرة يا واطي. والله لا تجيلك. ماشي خلاص يا اختي، دخليها جوه. خرب بيتك. النيابة ما بيقولش يا اختي. ماشي خش جوه، خش جوه. خلاص يا عم، انت جعلت اهو. خلاص انت بتتفرج على ايه؟ يا هلال انت اهو من هنا. خلاص واد يا سعد، هو ايه اللي حصل يا اخويا؟ ده الاستاذ عدلي رمى اليمين على الست حياة وطلقها بالتلاتة. بتقول ايه؟ سعدلي طلق حياة؟ والله وحلت بركتك علينا يا شيخ صادق. الآن مع كرة القدم اقترحت لجنة الطوارئ باتحاد كأس الخليج لكرة القدم إقامة بطولة خليج. خير يا رب. مين اللي جاي للساعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إيه ده عدلي؟ خير يا عدلي، في إيه؟ أنا طلقت حياة يا سامي وجاي اقعد عندك. لا حول ولا قوة الا بالله. ليه بس يا عدلي؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل كان لازم يحصل من زمان يا سامي. لا معلش معلش، اهدى اهدى. انت اتعشيت؟ لا ماليش نفس. خش 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 ارتاح انت في اوضتي، وانا ده متعود دايما انام هنا زي ما انت عارف. معلش بقى، الشقة مكركبة، شقة عزوبية وما فيهاش واحدة ست. احسن. هما الستات بيعملوا ايه يعني غير نكد ووجع الدماغ؟ اه رايك. طب خش ارتاح، خش والصباح رباح. خش يا حبيبي.
وادي البيجامه هي عدوله. اتفضل. ايه لا انت عملتها على روحك وانت نايم؟ يا عدوله انت بتقول ايه؟ والله من ساعه المرحومه ما حطيتها على جتتي. يعني البيجامه دي هنا من يوم مراتك ما ماتت؟ ايوه بس اتغسلت. معقوله تفضل 10 سنين من غير ما تتغسل؟ نام نام واستريح وبكره الصبح نتكلم. تصبح على خير. تصبح على خير. لا لي لا 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 عدولة تعالي عدولة 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 تعالي نسل بجمع يلا واحد اثنين تعالي تعالي حبيبي عدولي تعالي عدولة لا 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 عدولة يا عدولة. سامي سامي. ايوه يا سامي. ايوه 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 يا عدلي. خير في ايه؟ البيجامه مش عايزه تتلبس. بيجامه مش عايزه تتلبس؟ اه. يعني واسعه عليك ولا ضيقه ولا ايه؟ لا مش مساله واسعه ولا ضيقه، كل ما اجي امسكها تجري مني. يا سلام، يمكن تكون قلت لها حاجه زعلتها ولا حاجه. انت بتهزر. انا مش فاهم بيجامه ايه اللي مش عايزه تتلبس دي يعني. ما هي ما هي حلوه اهي وقاعده على السرير ومستنياك البسها لك. لا 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 خلاص خلاص روح نام انت، انا اصلي مزاجي مش معتدل ومتلخبط شويه. معلش معلش يا عدول، كل شيء هتصلح. تصبح على خير بقى. يلا وانت من اهله. بعدين بقى نفسي اعرف انت متضايق ليه؟ واحده نكاديه وقرفاك في عيشتك وخلصت منها، ايه اللي معاك نينك؟ انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ هو انا ما وقفتش جنبك في الظروف دي، هقف جنبك امتى؟ مش عايز حد يقف جنبي. سيبيني في حالي سيبيني في حالي. حل عني بقى. انت عارف انا مستحملك ليه؟ عشان عارفة انك طيب وكل اللي بتقوله ده من ورا قلبك. انا عايز انام دلوقتي. وانا ما اقدرش اسيبك تنام وانت متضايق كده. ايه هتعملي لي ايه يعني؟ هعمل لك اللي انت عايزه. لو عايزني كمان ارقص لك هرقص لك. ترقصي لي؟ واحد مطلق وساب بيته ترقصي له؟ ابعدي عنا احسن، عفاريت الدنيا كلها بتتنطط في وشي. عفاريت مين؟ مفيش حد غيري انا هنا يا عدلي. يوه ابعد عني ابعد عني بقى ابعد عني. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله انك يدهن عظيم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حياه، لان انت الراجل المحترم. يا عدلي يا عدوله عدوله. ايه خير يا عدلي؟ انت بتزعق ليه؟ البيجامة مش عايزة تتلبس برضو؟ بيجامة فجرة. طب أقول لك إيه؟ ما تسيبك من موضوع البيجامة ده بقى وتريح نفسك يا أخي. اسمع يا سامي، أنت تنام جوه مطرحي وأنا أنام مطرحك على الكنبة. أنا أصلا مقبوض من الأوضة دي شوية. ماشي. معلش 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 خليني براحتي. ماشي اللي تشوفه عدل. هخش أجيب لك البيجامة. مش عايز بيجامات، أنا هنام بهدومي. خلاص يا عدل اللي تشوف. يا باشا صحيني من نجمه واستدعى وكلام جامد قوي. في ايه؟ في ايه؟ اصحيك الساعه 1 الظهر وتبقى دي من نجمه؟ يا ابني الساعه 2 والناس كلها اتغدت، انت ايه؟ حلو قوي، طالما الناس كلها اتغدت وامال انا بفطار ولو معاهم شويه قهوه تبقى عملت معايا الواجب والزياده.
بقول لك يا ولد، انت تركز معايا كده وتفوق في اللي هقوله لك احسن، قسما بالله ارقعك انا ما خليك تلف حوالين روحك. فرحان لي بالجيم واللي انت بتعمله وشاط العضلات دول، وانت طلعت هوا. طب وليه الاحباط ده؟ بس بحبك علي انا بحبك. النبي يا ولد كل بعقلي حلاوه يا ولد. ولا فوق معايا. حاضر يا باشا. فايق ابدا الاشاره سعادتك. خطيبتك وصلت بالسفر. خطيبتي مين سعادتك يا فندم؟ مش فاهم. حط امك انت هتستعبط عليا. قصدك ملك؟ ايوه يا اخويا ملك. امتى؟ جت من كام يوم، وبعد كده البنت لسه خارجه من المصحه. عايزك بقى تاخد كده بوكي ورد حلو وتروح لها تقف جنبها. البنت محتاجه حد يرفع روحها المعنويه. طب انا راضي ذمتك، ده يرضيك؟ ابنك الوحيد اللي ما خلفتش غيره ترمي له واحده لسه خارجه من المصحه؟ يا بابا انا مجنون اساسا؟ اتجوزني واحده مجنونه ليه كده يا ريس؟ اسمع يا تامر، انا مش كل ما اشوف خلقتك هعيد عليك الموال ده. انجز وخلص يا معالي الباشا. انا فاهم الموقف الدقيق اللي احنا فيه، بس اكيد يعني فلوسنا وردينا مش هتروح علينا. ده انت شقيان فيهم. عارف ان انا شقيان فيهم، بس الذاكب والعيون تسلك فلوسنا هتتسلك معاه، واحنا مفيش ورقه تثبت ان احنا لينا عنده ولا مليم. الشغل اللي بينا كله كلام، وانت فاهم طبعا ليه، لان الموضوع ده لو اتهرش في الوزاره هتهرش معانا بره. فاهم؟ فاهم علي الباشا. يبقى مفيش غير حل واحد، انك تتجوز ملك عشان نضمن حقنا. اتجوز يا معالي الباشا. حاضر. هتفطرني بقى ولا هتجوز على لحم بطني؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب الكنبة دي هنا؟ الله، والسرير راح فين؟ الله، وايه الكتب دي كلها؟ عدلي 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 يا عدلي يا عدلي اصحى يا عدلي. صباح الخير يا عدلي. صباح الخير يا سيدي. بقولك يا عدلي، واحنا عملنا ايه امبارح بالليل؟ احنا نقلنا الكنبه اللي هنا، دخلناها اوضه النوم، وجبنا السرير اللي في اوضه النوم حطيناه هنا. اصلا مش فاكر اي حاجه. ايه ده؟ صحيح انا كنت نايم على الكنبه، وانا كنت نايم جوه على السرير، وبعدين جوه في اوضه النوم في كتب كتير قوي. كتب؟ اه. اهي يا عدلي الكتب اهي. دي كتبي، كتبي اللي حيات بعتهم اللي بتاع الروبابيكا. طب ايه اللي جاب الكتب دي هنا؟ سلا. مين؟ سلا. سلا مين؟ بنت الاسد الغضوب. الحمد لله على السلامة. وحشتيني يا بنتي. وحضرتك والله يا دكتور وحشتيني قوي، والكلية كمان وحشتني. أنا عارفة إنك مشغول فمش هاخد من وقتك كتير. لا لا ولا يهمك. أموري؟ طبعا حضرتك عارف إن أنا كنت معيدة في قسم النحت. آه. وإن خلصت تمهيدي ماجستير وسجلت كمان. لكن بعد ما أمي توفت اضطريت إني أسافر برا مصر، لأن حصل لي ظروف كده. ملك أنا عارف الظروف اللي حصلت لكم، مقدرة كويس قوي، مش عايزك تشيلي هم أي حاجة. ولو كنت بقى جاية عشان ترجعي الكلية تاني اعتبريني موافق يا ستي. بس هرجع ازاي يا دكتور بعد ما اتفصلت؟ اجتماع مجلس الكليه يوم الاثنين. انا بس عايزك تجيب لي شهاده من المصحه اللي كنت بتتعالجي فيها بره. انا هقدمها وادعمك قدام اللجنه. انت مش متخيل يا دكتور انت مديني امل قد ايه بالكلام ده؟ على ايه يا بنتي؟ ده انت الاولى على الدفعه، وبعدين كل اللي يعرفك واشتغل معاكي بيشهد لك بشطارتك وموهبتك كمان. متشكره قوي يا دكتور. على ايه؟ شوف يا ست حياتي، اللي حصل بينك وبين عدل جوزك ده لا انت ليك يد فيه ولا هو له يد فيه. صراحة ربنا بقى كده انت اتعمل لك عمل بالتفريق واستحالة العشرة ورحمة أمي. أنا كنت حاسة العمل ده عمل شديد قوي، اللي عمله راجل مغربي من مراكش. تقربي منه يشوفك قرد، هو يقرب منك
تشوفيه قرد؟ ابدا ابدا يا شيخ صادق، ده انا بشوفه زي القمر يا اخويا، انا بحبه ورايداه. هو ما يحبش ريحه بقك حتى لو كانت مسك، وانتي ما تطقيش ريحه عرقه حتى لو كانت عنبر. لا يا شيخ صادق، ريحه عرقه انا بحبها، وريحه حنكه مسك. وانت جبله يا حياه، عشان كده العمل ما حوقش فيكي، لكن حوق فيه هو، عشان هو غلبان وصفيف. طيب والحل يا شيخ صادق؟ احنا ما قدمناش غير طريقين مالهمش تالت، طريق سريع، الطريق التاني بقى بطيء كده وبالتدريج وعلى مهل. لا احب على ايدك الحقني بالطريق السريع. ايوه، ما كل حاجه ليها طوبها برضو حياه، وانت بصراحة ربنا كده اصلك معمول لك عمل كبير وما هو سهل. الله، ده انت معمول لك عمل بالتفريق واستحالة العشرة. احنا ما قدمناش غير عمل عكسي بقى، العمل ده اسمه قلب الحبيب، وده بصراحة ربنا كده بيتكلف في حدود من 4 إلى 5 آلاف جنيه. يا لهوي، وقلب الحبيب ده ياخد وقت قد ايه؟ هو ياخد من 2 لـ3 شهور بس بإذن واحد أحد، مش هيكمل سنة. يا مصيبتي، لا يكون ده الإكسبريس؟ لا، إكسبريس إيه؟ الإكسبريس والسريع إن إحنا نتصل بالرجل المغربي بتاع براكش ده، هو اللي عامل العمل وعارفه حطه فين بالظبط، هو اللي يفكه، وإن شاء الله كده في ظرف كام يوم هيرجع لك جوزك. أيوه، هو ده الكلام السليم يا شيخ صادق. بس يعني الموضوع ده لازم الأول نشوف الراجل طلباته إيه. خد يا أخوي، خد ده، ده كل اللي حلتي والله يا شيخ صادق. اتفضل يا أخوي. لا لا، اطمن، ده عيار 18 ومعايا الفواتير. توكلنا على الله، استغفرك ربي حبيبي وأتوب. خد يا ست حياة. ايه دول؟ دي مرايات مربعة ومستطيلة ومثلثة، هتعلقيهم في البيت في كل حتة عشان لما يجوا الخدام. يا مصبتي، هم هيجوا؟ هيجوا هيجوا، يبصوا يلاقوا المرايات دي تزغللهم، ما يركزوش لا معاكي ولا مع جوزك، ده إجراء وقائي لحد ما الشيخ المغربي بقى يشوف حاله. ربنا يخليك لي، ربنا يسترها معاك دنيا وآخرة يا رب. استغفر الله العظيم. عيار 18، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم يا عدلي، انت عليك كلام. جنية ايه اللي طلعت لك بالكتب؟ في راجل قارئ ومثقف زي حضرتك يقول كلام زي ده؟ ومين اللي غير المكتبة وخليها بتبرع أسامي؟ الوزير جاي يزور المكتبة، المدير جاب عمال كتير وضبوها وزبطوها عشان يكسب بنت قدام الوزير، هو نفسه قال كده. ما حصلش. مال ايه اللي حصل؟ العفاريت هي اللي عملتها؟ ما تقول كلام يخش العقل يا عدل. ومين اللي نقل السرير مطرح الكنبة والكنبة مطرح السرير؟ ومين اللي رجع لي الكتب بتاعتي عندك؟ الحاجات دي كلها حصلت قدام عينك يا سامي. برضه مفيش عفاريت يا عدل، انسى الموضوع ده خالص ومتشغلش نفسك بيه، خليك في المشكلة اللي انت وقعت نفسك فيها مع حياة. على فكرة انا كلمتها في التليفون وكلمت الوضع عربي عشان افهم هم ناويين لك على ايه. قطعوا يا رب يحصل زلزال يقع في دماغهم البيت ويدرمخهم حتت. على فكرة الوضع عربي ده هيستغل الفرصة عشان يقلب منك قرشين، سواء عن طريق وصل الامانة اللي انت كاتبه على نفسك مؤخر لحياة، او عن طريق القايمة اللي انت ماضي عليها. وما تنساش دلوقتي ان الشقة من حق الزوجة، يعني ممكن في لحظة يرموك في الشارع وياخدوا بيت اهلك. مش بقولك دول نصابين يا سامي، دول عصابة. بقولك يا عدلي، امسك، انا حاسس ان حياة عايزة ترجع لك بس بتكابر، يعني واحدة عنست لسن 30 سنة ما تحبش تبقى مطلقة. 45 سنة انا اتجوزتها اول ما كملت سن اليأس. خلاص بأمرك لله، دي مراتك وده قدرك، هتعمل ايه يعني؟ على رأي المثل، اصبر على جرك السو، يا اما يرحل يا اما تيجي مصيبه وتخدم.
ما بتجيش المصيبة دي، ما بتجيش. أنا بقالي سنين مستنيها ما بتجيش. خلاص يبقى نتوكل على الله. عامل حسابك النهاردة بالليل نروح لهم وترجع مراتك عشان ما تخسرش بيت أهلك. ايه ده؟ هو فيه ايه؟ هو زي ما الحارة كلها عرفت انك طلقتها لازم الحارة كلها تعرف انك رجعتها؟ ده احنا يوم الدخلة ما عملناش كده، دخلنا سبكيت. دي رسائل سياسية بتبعتها حياة نسوان الحارة، لا انا ولا انت هنعرف نفك شفرتها. لا شيء. دول عاملين رباطية عليا، دي الحارة كلها هنا. الإشهار شرط من شروط الرد يا أستاذنا وأنت عارف. مين ده عدلي؟ ده الشيخ صادق اللي بياكل القراميط. هو ده الشيخ صادق؟ اللي بياكل القراميط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل تعالى يا أستاذ عدلي، اتفضل تعالى جنبي هنا. تعالى اقعد جنبي هنا. جنبي. اتفضل. تعالي يا حياتي، تعالي عودي جنبي، تعالي. الله شفت عامله ازاي؟ اكلناها مكسوفه بنت الارض. اتفضل يا مولانا. من يحلف بالطلاق ويستحلف به فهو منافق. الله عليك يا مولانا، ربنا يفتح عليك. شفت عربي وهو بيتكلم اكنه جاي من عمره وهو عميان حشيش ولا داري باللي بيحصل. التاجر في تجارته يحلف بالطلاق، والعامل يحلف بالطلاق، بائع العرقسوس يحلف بالطلاق، وبتاع الدره المشوي بيحلف بالطلاق برضه. كلهم يتشدقون بالطلاق. وانت أنت حلفت بالطلاق مرتان، يعني نقص لك مرة واحدة يا أستاذ عدلي. كل من يحلف بغير الله معصية. يا عم أنت جاي تقول خطبة ولا جاي ترد الولاية؟ أنا زهقت وأنا أقوم بقى أرمي عليها اليمين التالت وأخلص. اهدوا يا جماعة شوية. الله اهدوا. وأنت يا أستاذ شيل المطوة دي من إيدك. عم الشيخ اختصر عشان كل واحد يروح يشوف مصلحته، والأستاذ بقى شوف ظروفه مع المدام. للطلاق فوائده التي لا يصح أن نتحدث فيها في هذا المجلس، لأن هذا مجلس رد زوجة. ولكن الطلاق مستحب إذا كانت هناك استحالة في العشرة. هنا يجب أن يقع الطلاق لأنه لا مندوحة فيه. أيوة هي لا مندوحة دي، إحنا طول عمرنا عايشين مع بعض لا مندوحة. طيب انا هقول كلام وانت تردده ورايا بالظبط. طيب قول انت الكلام وانا هبقى هز دماغي، يعني موافق يعني.
والله العظيم ورحلت معاك ورسلات الماسي دي كده خالدة جروت من عند دي قلقلك بلو تنسي السمين ولو فيش عندي دي ليلة وعطر بيها والله لسه عندي مش عند ريالة يا جماعة فيش عندي فورد عادي فيه ده شيء بقول حد ما يقول بقول حد ما يقولوا بتنت فيا دي بتقول ده جلتين دي ريك الشعر يبكل على الحين حضر بيت عليك كنت دنيا وطحور له الدتين في فين أدخل وطول التنى فروا حاجة خانسة من الصمالية الحدي فروا وصيتي ما ندل على قول ايه ولا ايه ولا ايه مجوحة قلت عندي قلت عندي دي فرطور بس عندي بل فروت دي أفروس عندي قلت سنية أروح عندي قبل سنفتي كلين قلت دي عندي قلت لا لا دوبر فوت لا صحيح ليه الوص الحاج بالورود في الحداكة يا جماعة كوباية مية للراجل اللي عايزين نخلص طول عمري احب الجد وامل بس انا ما اعرفوش دلوقتي تشوفوا كلاميك وانه طز كروش قلت لها منين يا حماتي طب ده انت حالف حالاتي مسكتني ضربتني بالشباكي والاناني تي تا تي 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 تا تا تي تا تي تي تا تا تربت تربت تيرا تارا تيرا تيرا تا تي تا تا تي تي تا تا تي تا تي 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 تا 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 وحلف تديها علقه بس ولولا اضربها استغفرك يا ربي حبيبي وتوب اليك لا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله ولا حول ولا قوه الا بالله عاوزك تقول الكلام ورايا كده بسرعه ها اللي هقوله ترد عليه بسرعه انا عدلي علام اردك الى عصمتي انا عدلي علام اردك الى عصمتي يا حياه يا بنت بتولي النتن يا حياه يا بنت النتن ولكن مني كل الحقوق الزوجيه ولكن مني كل الحقوق الزوجيه وعليك طاعاتي وعليك طاعاتي الف مبروك صغرات يا وليه ألف مبروك ألف ألف مبروك يا جوز أختي كده برضو تهددني بوصل الأمانة عربي كان حاجة وراحت لحالها بقى يا جوز أختي نرفاز البلاعب أنت برضو أغفر ربنا يتم بخير وما يدخلش بنات مشطان غمض عينك كده برضو يا عدل كده برضو تبيعني عشان شوية كتب هو ده رخيصة عندك كده للدرجة دي شوفي بقى حياة أنا رديتك ومش عايز قلب الدماغ وسيبيني في حالي بقى حاضر بس يبقى يا عربي وما ما بيتحدوش هو مين رد مين ما تاخدني في حضنك يا راجل ربنا ياخدك يا شيخة ايه في ايه بس يا عدولة لا أصل أنا طول النهار برا فكنت عرقان وما غيرتش هدومي يعني وماله انا بحب ريحه عرق انا ما بحبش ريحه عرق خلاص خش استحمى اجي ليفك خلاص هروح احضر لك الاكل عامله لك بطه حتى يا بطه يا دقني القطه كتكنيل على تقلي دم امك والله ولا مندوحة بعد كده ولا مندوحة إن شفتي مني مندوحة يبقى اضربيني بالجزمة انت فاهم هقول لك لا وين لا بسم الله الرحمن الرحيم في عدولة ايه اللي موقفك كده انا وانيسة جوه ولا انت عايزة مؤاخذة تشوفها وهي خارجة عريانة يا اخي انا اعرف ان الحمام دي من اول ما اتعملت معمولة عشان حاجة واحدة بس لقضاء الحاجة انما اللي بتعمل ده كتير 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 المنطقة السياح غمض عينك حياة نام على جنبك اليمين عبيك نام على جنبك اليمين يا
الكتاب ده ايه اللي جابه هنا؟ وانا كل ما اروح حته الاقيه. يا عدلي عمال تكلم روحك مع مين من الصبح؟ ما انت عمال ترغي مع روحك وانت نايم. ايه ده؟ كتاب؟ كتب تاني يا عدلي؟ هو انت ما حر... انت ما حرمتش يا عدلي؟ صح صح كده ورد عليا. مش ده الكتاب اللي انت رميتيه من الشباك؟ ايوه هو. اه طب بصي له كويس، بصي له كويس. هو ايوه يا اخويا، هو المعفن. هو هو. اه طيب نامي بقى. ايه نامي نامي، وانا اللي فاكراك انك انت رجالي عشان وحشتك. نامي يا حياه، مش وقته، انا جيت ملبشه. بص انا مش عاوزاك تعمل حاجه خالص، افرد لي بس طولك ومالكش دعوه باي حاجه يا حبيبي. نعم يا حياة. الولية جرالها ايه؟ الله يخرب بيتك يا انيسه، انتوا عربي في يوم واحد، انا ناقصكم. الله اكبر. ما تخافش عليها، انا اللي نايمتها. احنا مش اتفقنا ان انت تحل عني؟ ودعتيني الوداع الاخير وجيتي عندي سامي. الله، هو لعب عيال ولا ايه؟ انا ما خدتش فرصتي. فرصه ايه؟ انا لسه ما عرفتكش بنفسي، المره اللي فاتت ما تتحسبش. لا يا ست انا عارف انت سهله بنت الاسد الغضوب. تحب اقول لك على اسم جوز خالتك كمان؟ انا مش فاهمه انت متعصب ليه بقى. انا جايه لك متشيكه وزي القمر وتقابلني المقابله دي؟ يعني عايزاني اقابلك ازاي؟ ده انت نازله لي من على الحيط. الله، مش جنيه، اجي لك ازاي يعني؟ انا ما بحبش حد يقتحم حياتي يا سلام. حياتك بذمتك الحياه اللي انت عايشها دي حياه؟ بقى انت بتطردني انا ونايم جنب دي؟ طب ايه رايك فيا؟ والله انا خايف اقول لك رايي تزعلي بصراحه. لا قول. انا اصلي يعني ما بحبش الشعر اللي منعكش ده والعينين اللي مش عارف عامله ازاي بتاعت الايام دي. انا احب الجمال الهادئ. انا راجل رومانسي. ها ايه رايك؟ اسمعي بقى السلام، اللي انت بتعمليه ده مفيش منه فايده. انت كده بتضيع وقتك وبتضيع وقت انا كمان. مش نايم والله، ما انا نايم. ابوك بنت كلب، هي ليله منيله بستين نيله. وبعدين معاكي بقى؟ وبعدين بص بقى، انا هتكلم معاك كلمتين وهمشي على طول. ممكن بس نقعد عشان خاطري بقى؟ اقعد بس، ما تنفخش بقى. يا سلام، انا عايز انام، عندي شغل الصبح. شغل ايه؟ وبعدين انا عمري ما طلعت لحد وعاملني بالشكل ده، وكمان انا اكتر واحده عارفه انت شقيت وتعبت قد ايه في حياتك، وجاي عشان اعوضك عن كل العذاب اللي انت شفته. ها تطلب ايه؟ لا يا عرب. ولا لا اختشي ولا بقى. انا ليا طلب عندك. أمر تناميلي ولاد الكلب اللي بيمهمدوش جوه دول. يوم كيسك عربي انت يا راجل، عربي يا عربي يا عربي. يلا لا تتخمدوا، ما تقوموا. نعم يا ستي كلمي. بص بقى، يعني ينفع يعني انا ابقى جايه لابسه لك شيك كده وانت قاعد قدامي بالبيجامه؟ لا ادخل البستي البدله اظن. لا انا جايبه لك معايا حاجه شيك كده ونفسي اشوفها عليك، وانا بستاذنك الاول اهو، تسمح لي؟ انت عملت ايه؟ مش ممكن تجنن، شكله تحفه عليك. انا ماليش في المسخره دي. خليك بيه شويه، شويه صغيرين بس. لا ما طولك يا روح، خلصي بقى الكلمتين اللي انت عايزه تقوليهم دول، انا طهقت. ايه انت بتبحلق كده ليه؟ انا ما احبش حد يبحلق فيها كده. انت خايف من عينيا؟ بصراحه اه. خايف تحبني ولا خايف لاذيك؟ اه
يعني كلها محصلة بعضيها، الاتنين أذية. طب بقول لك إيه؟ ما تيجي نخرج؟ نخرج نروح فين؟ النهار قرب يطلع، هو أنتوا الداء ده فيكوا برضو حتى لو كنتوا جنيات؟ أصل أنا عايز أقعد معاك في أي مكان لوحدنا. مفيش مكان فاتح دلوقتي. وحياتك لافتح لك أي مكان أنت عاوزه ونكون هناك في ثانية. ما أنا كمان ما أقدرش أنزل وأنا لابس المسخرة دي. أنت تؤمر. إيه رأيك؟ بقيت الجاكيت بس هو على العموم هو ده كويس احسن من المسخره اللي انت كنت ملبسها لي. طب يلا بينا.